Carlos. وفهمي. اشوفه فين؟ في القصر العين. اروح اشوف. ابنك مستحرم. ابنك معاه 13 شهيد. وهيخرجوا مع بعض. شد حيلك. جدو. جدو. نعم يا حبيبي. هو صحيح فهمي مات في الحقيقة والإنجليز قتلوه في ثورة 19؟ يا حبيبي فهمي اللي كان في الفيلم ده ممثل عمل شخصية فهمي ما ماتش، إنما في الحقيقة مات 800 شهيد في ثورة 19. الثورة دي كانت من أعظم الثورات في تاريخ مصر. ماتوا ليه يا جد؟ ممكن تحكي لي عن ثورة 19؟ ممكن أحكي لك. لازم أقول لك عن شخصيات وأبطال من كتبوش في كتب التاريخ، إنما صنعوا تاريخ من أعظم ما يمكن، تاريخ حقيقي عمره ما يتمسي. زمان من 100 سنة كانت مصر طول عمرها مطمع للغزاة، وكانوا الغزاة في وقتها الإنجليز. الاستعمار لغى الدستور وفرض الحماية وأعلن الأحكام العرفية وأنهك اقتصاد مصر، خصوصا لما قامت الحرب العالمية الأولى، وسخر الاستعمار الإنجليزي مصر ومواردها لخدمة مصالحهم الحربية. بعد انتصار الحلفاء وانتهاء الحرب، قرر سعد زغلول ورفاقه تشكيل وفد مصري للسفر لمؤتمر باريس للسلام والمطالبة باستقلال مصر، لكنها اترفضت مطالبهم باعتبارهم مش ممثلين لشعب مصر. ولما بدأ جمع التوقيعات من الشعب المصري لدعم سعد، بريطانيا صدرت أعداد كبيرة من التوقيعات دي ونفت سعد زغلول وثلاثة من زمايله لجزيرة مالطا. فثار الشعب وبدأت واحدة من أعظم ثورات التاريخ، ثورة 1919. الثورة هي تعبير عن الوعي، وعي المصري بأنه محتل وأنه يجب أن يستقل. بس طبعا هذا الوعي كان يحتاج لمن يشد أزره، وبالتالي كانت القيادة مطلوبة، لأنه يعني لا يوجد ثورة كده بالمعنى العام أن الناس تمشي كده لوحدها، لابد من توجيه. فكان سعد زغلول هو الزعيم الذي التفت حوله الأمة. في صباح يوم الحد 9 مارس 1919 خرج طلبة كلية الحقوق من جامعة القاهرة وقادوا أول مظاهرة في ثورة 1919. انطلقت الاحتجاجات من كل مدينة وكل قرية في مصر. قطع الفلاحين خطوط السكك الحديدية، أضرب العمال والموظفين وحتى طلبة المدارس، كلهم خرجوا بيعلوا صوتهم من الفصول بيطالبوا بالاستقلال أو الموت. نموت ونموت وتحيا مصر. نموت ونموت وتحيا مصر. نموت ونموت ويحيا الوطن. من بين شعارات الثورة كان في شعار بيرعب الإنجليز. الإنجليز من ساعة ما دخلوا كانوا بيحاولوا يثيروا الفتنة الطائفية بين الشعب المصري مثلما كانوا يفعلون في الهند. ومن هنا كان السبب في هذا أن الشيخ علي يوسف لما وجد إثارة الفتنة دي كتب في جريدة المؤيد اللي هي الجريدة بتاعته وهو صاحب حزب، قال: وما المسلمون المصريون إلا أقباط غيروا عقيدتهم. وترسم العالم المشهور ده اللي هو ما زال يرفع حتى الآن، الهلال في وسطه الصليب. أحبائي، الوطن لا يفرق بين مسلم وقبطي، يجب علينا أن نجاهد دون تمييز بين عمامة بيضاء أو عمامة سوداء. عاشت مصر حرة مستقلة. يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. القس سيرجيوس كان من بين اللي رددوا الشعار بأعلى صوت، وكان أول رجل مسيحي يقف فوق منبر الأزهر الشريف ويخطب بثورته الوطنية وموهبته الفريدة في الخطابة والبلاغة، فقالوا عليه خطيب الثورة. قمص سيرجيوس هو رجل قمص في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، برضو لأنه مصري فشعر بنفس الموقف الانفعالي
بسبب احتجاج سعد الذي يمثل الأمة، وكان مظهر اشتراكه أن هو ذهب إلى الأزهر يخطب في الجموع الموجودة لإطفاء الحماس على المتظاهرين، وكأن إيه الثورة واجب ديني. توحش الاحتلال، أطلقت القوات البريطانية الرصاص على المتظاهرين، اتحفرت الخنادق في الشوارع، وسقط عشرات القتلى والجرحى، لكن صمود الشعب المصري اضطر الإنجليز إنهم يفرجوا عن سعد ورفاقه، وسمحوا للوفد المصري أخيرا للسفر لمؤتمر باريس في 18 إبريل 1919، لكن مع الأسف ما وصلوش لهدفهم، وتم تأييد الحماية البريطانية على مصر. بدأ يثير مطالبه مرة أخرى ويجتمع بالناس ويخطب إلى آخره، فالمندوب السامي البريطاني نفاه إلى سيسيل، جزيرة سيسيل في المحيط الهندي، حتى يمنع أي حركة مرة أخرى. رجعت المظاهرات للشارع المصري وبقوة، وكان ضمن اللي انضموا ليها شاب متحمس عنده 26 سنة، كان وقتها صاغ، اسمه عبد العزيز حمدي. كان ضابط في الجيش المصري، اتخرج سنة 1907 وكان أول دفعته، كان منتدب من الجيش المصري وماسك بداية تخرجه، كان ماسك التدريب العسكري في الكليات والمدارس الأميرية. كان مؤمن إن لو فضل سعد باشا زغلول معتقل يبقى أصبحت الموضوع انتهى. كان بيقلع اللبس العسكري، وكان ابتدى يخش في المظاهرات اللي ابتدت تطلع، فكان بيبتدي يكتب حاجات ضد الاحتلال الانجليزي وفرض الحماية، وبيعمل مقالات توعية للطلبة ان هما لازم يقاوموا الاحتلال ويقاوموا مبدأ لجنة منه بالذات. شباب مصر ما كانوش لوحدهم، كان فيه كمان ستات مصر، وعلى رأسهم صفية زغلول ورفيقتها هدى شعراوي. خرجوا وعلوا صوتهم قدام الجنود الإنجليز مطالبين بالاستقلال لمصر. شجاعة المصريات اللي وقفت قدام كل الأعراف وقتها أرهبت الجنود، كانت في حد ذاتها ثورة تاريخية لوحدها، غيرت مجرى دور السيدات في تاريخ السياسة المصرية. المرأة شاركت في ثورة 19 لأن صفية زغلول حرم سعد زغلول نزلت إلى الشارع تعلن احتجاجها، ومعها زوجات الزعماء الذين اعتقلوا مع سعد زغلول، فكانت دي إشارة زي هدى شعراوي مثلا زوجة علي شعرة، وهدية بركات زوجة أمين بركات. حافظ إبراهيم قال قصيدة مشهورة: خرج الغواني يحتججنا ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخزن من سود الثياب شعارهن. المرأة هنا بقى كانت خارجة ولابسة أسود، يعني مش لابسين الملابس العادية، لابسين أسود وكأنهم في جنازة. وقتها عزيزة الجيار كان عمرها 14 سنة. عزيزة كانت بنت جميلة، ذكائها في مدرستها كان مصدر إعجاب كل مدرسينها اللي تنبئوا أنها هتحقق حلمها وتكون دكتورة. قامت المظاهرة وهي في المدرسة، قاموا خرج البنات، خرجوا ومشوا في المظاهرة، وهي كانت يعني حجمها كده صغنن وكده هوت، وشالوها على كتفهم وهي تهتف وهم وراها، وروحت البيت خرت عن معدها في ايه حصل، المظاهرة ومشينا في المظاهرة وهتفنا وعملنا، خدت علقة وما فيش مدارس تاني. انا رايحة بقول لخالتي اصل انتم ما عندكوش حقوق المرأة وما تعرفوش يعني ايه حرية المرأة، فردت عليا قالت لي ازاي يعني، ده انا جدتي نزلت في ثورة 1919 اللي ما كانش حد بينزل اياميها، هي اللي كانوا شايلينها على كتفهم وهي اللي كانت بتهتف
وبعدين كانت النتيجة إن بابا الحاج اللي هو اتجوزها اللي هو جد مامتي شافها في المظاهرة، مشي وراها، عرف بيتها فين، راح بعد كده يعكسها، ما تعكستش، راح تقدم لها. صحيح عزيزة ما قدرتش تحقق حلمها وتكون دكتورة، لكن آلاف المصريين كملوا المسيرة، حققوا جزء كبير من أحلام المصريين في ثورة 1919. في 28 فبراير 1922 ألغت بريطانيا الحماية المفروضة على مصر، وفي 1923 صدر الدستور المصري وافتتح البرلمان وألغيت الأحكام العرفية، وفي عام 1924 أصبح سعد زغلول أول رئيس وزراء دستوري. ثورة 19 فجرت الوعي بخطورة وجود الاحتلال البريطاني في مصر، وأثارت النزعة الوطنية والوحدة الوطنية بين المصريين جميعا في مواجهة الأجانب. كان دايما بيقول عبارة مصر الخالدة. احنا عيلة ستات كتير جدا، كلنا شخصيات أقوية جدا، وأعتقد أن ده أكيد له علاقة بأن هي كانت شخصية قوية جدا جدا. وفي كلمة أكتر من فخورة بجدتي أنا أقدر أقولها، يعني هي كان تأثيرها علينا وعليا أنا بالذات كبير قوي 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 قوي. الله، الحكاية دي يا جدو حكاية جميلة قوي. هو مين يا جدو اللي حكاها لك؟ اللي حكاها لي يا سيدي جدي، وأنا دلوقتي بحكيها لك عشان تقولها لأولادك وأولاد أولادك لما تكبر ويبقى شعرك أبيض كده وتحكيها لأولاد أولادك.